بسم الله. فيديو جديد النهاردة معانا. الفيديو ده خاص بأعطال متكررة في موديلات حديثة من أجهزة اللابتوب. الجهاز بيجي لك بعدة صور، خلينا نشوف كده الصورة الأكثر شيوعا في الأعطال دي. إن الجهاز بتشغله باور بيستجيب معاك، ولكن مروحة التبريد ما بتشتغلش. طيب المشكلة دي سببها ايه؟ المشكلة دي سببها عناصر كتير في البوردة، ولكن خلينا نقول ان الازمة في حاجة مرتبطة بالمعالج، وللأسف في حاجة كتير مرتبطة بالمعالج، فبالقياس بيتم معرفة سبب العطل. طيب بنبتدي كده نشغل ونقيس القياسات الطبيعية بتاعتنا. طبعا 5 فولت و3 فولت موجودين، البوردة شغالة ما فيهاش اي مشكلة، ولكن انا بحب اقيس الجهد ده عشان اتأكد ان المالتي ميتر الموجود على الشاشة بيعرض بشكل سليم. في ملف من الملفات معلهوش فولت، زي ما احنا شايفين ده عليه فولت ده عليه فولت، جهود البروسيسور، جهود الجي اف اكس سليم، وجهد ال 1.05 سليم. ولكن عندنا ملف من الملفات معلهوش فولت، فهنبتدي نقيس من الأول تحت الميكروسكوب بشكل أوضح ونشوف العطل معانا سببه ايه. بالمناسبة أحيانا بيجيلك البوردة فيها نفس صورة العطل، ولكن الأمبير بيكون سحب الأمبير بيكون سليم، ولو عندك كارت تيستر هتلاقيها بتعد معاك بشكل طبيعي، وبتكون المشكلة في بايوس الجهاز. فاحنا هنتكلم النهارده على الجزء الخاص بدوائر المعالجه. زي ما احنا شايفين في ملف من الملفات اللي هو BL21 ده معلهوش فولت، بنقيس باقي الملفات معانا بنلاقي الفولت بتاع البروسيسور سليم، الفولت بتاع الكارت البي جي اي سليم، نشغل البورده تاني سليم، و ال 1.05 سليم برضو ما فيهوش مشكلة. بالمناسبة الملفات دي هتسبب لك نفس العطل لو في خلل في الدوائر بتاعتها، زي ما احنا شايفين BL21 ده في مشكلة معلهوش جهد، وده خاص ب الرامات. هنبتدي نراجع الدايرة دي دلوقتي، ولكن المشكلة مش محصورة في دايرة الرامات بس، ممكن تكون في دايرة ال VGA او دايرة البروسيسور نفسها، ال V كور الخاص بالبروسيسور نفسه، وممكن يكون في البروسيسور نفسه محتاج انه يتغير او يتشابلم بحسب الحالة. زي ما احنا شايفين قسنا على وضع الشورت، مفيش اي شورت في الملف، عشان نتأكد لو في شورت نبتدي نتعامل معاه قبل ما نضيع وقت في الإشارات، وتكون المشكلة أساسا شورت في البروسيسور أو في مكثف من المكثفات أو في الآي سي أو في المصفتات الخاصة بالآي سي. الإشارة معانا كانت على البن رقم 12، هنبتدي نعد عكس عقرب الساعة في البيو 1 ونقيس ال5 فولت الخاصة بالفي ان. خمسة وخمسة عشرة، بعد كده 11 12، واصل على المكثف معانا 5 فولت سليمة بشكل طبيعي مفيش فيها أي أزمة. نبتدي نرجع للمخطط تاني، ال S3 ال S5 بن رقم 16 والبن رقم 17 المفروض يكون عليهم 3 و3 فولت. و17 لو نلاحظ 16 و17 في اماكن مقاومات BR29 و32، ولكن مفيش مقاومات، هي عبارة عن جامبر 3 و3 فولت، و3 و3 فولت سليم بشكل طبيعي. لو في خلل في الجهود دي وفي مقاومات موجودة، غالبا المقاومات دي بيكون فيها ازمة،
فتبتدي تفحصها. ولكن هنا هو شايل المقاومة، حاطط جامبر على البوردة كده. ال S3 وال S5 سليم، مفيش فيه أي مشكلة. هنبتدي نشوف الباور جود بين رقم 20. الناس اللي بتسأل على قصة ABW8819، ايه الأكواد اللي تحتيها؟ الأكواد دي خاصة ب، طبعا بتكلم في النوعية دي من الأيسيات زي ما احنا شايفين، 3.3 فولت بتوع الباور جود سليمة. النوعية دي من الأيسيات ما بعد رقم الأي سي، دي حاجة خاصة بخط الإنتاج وتاريخ الإنتاج، يعني كود خاص بخط الإنتاج اللي طلع الأي سي، يعني ما مش هتطابقه بالأي سي اللي انت هتغيره. انت هتجيب ABW8819 اللي بعد الرقم ده ما يخصناش في شيء، يعني زي ما احنا شايفين. نغير الاي سي بتاعنا ونشوف النتيجة كده مع بعض. البلوكس نبتدي نرفع الاي سي تبع البوردة دي، U82 كوانتا، U82 U82 و U81 و U83 كتير جدا بيجوا بأعطال باور، يعني مش شرط يجيلك بالعطل اللي انت شايفه ده، ولو انه متكرر برضو في الأجيال دي بشكل عام، ولكن العطل اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة ده متكرر في موديلات الحديثة كلها بشكل عام، يعني HP، ديل، توشيبا، ايا كان، يعني ايسر، ايا كان الموديل، العطل ده متكرر في الاجيال الحديثه، خصوصا الاجيال اللي هي فيها بيلت ان بروسيسور. ال U81 و82 و83 كتير جدا بيجوا باعطال باور، واعطال الباور بتاعتهم يعني نسبه كبيره بتكون شحن اي او او الاي او نفسه، ونسبه برضو تانية بتكون اي سي الباور سيستم، و بعض الاشارات الخاصه بالاي او، البي سي سي الخاص بالاي او، والار سم ريسيت اللي طالعه من الاي او. يعني اليو 81 دي جت اكتر من مره بيكون فيها مشكله باور، وبتكون المشكله دي في مقاومه خاصه بالار سم ريسيت. المقاومه دي موجوده جنب بنك الرامات، مقاومه خاصه بالار سم ريسيت و اي سي الباور والاي او وشحن الاي او، برضو بيكون سبب من اسباب البوردة دي. كتير جدا بتيجي فاصلة باور بسبب العناصر اللي احنا اتكلمنا عليها دي. ده اي سي تاني، ABW8819، سعره اولا ملوش سعر في الكمية، والسعر بتاعه غالي جدا، يعني الكونكتور واحد لقيته ب$15، فدي حاجة مش حلوة. العميل بيكون عايز يحل المشكلة وفي نفس الوقت عايز سعر مناسب، فلما انت تشتريه من بره ب$15 هتجيبه هنا بكام وهتركبه بكام؟ الموضوع هيبقى صعب شوية، فهديكوا الحل في فيديو. خلينا نقيس الملف كده، نشغل البوردة. زي ما احنا شايفين الجهد الخاص بالاي سي طالع سليم، مفهوش اي مشكلة، ولكن البوردة بتفصل من سخونة البروسيسور. هنبتدي نجرب. اشتغلش كده العطل في ايه؟ كده هتبتدي تراجع كل الاشارات اللي انت ما راجعتهاش قبل كده. اي اشاره او اي رجل من رجل الاي سي هتبتدي تراجع عليها، وخصوصا المقاومات اللي هي الفولتج ديفايدر والمقاومات الواصله توالي او توازي مع عناصر تانية او مع الارضي، هتبتدي تراجع كل ده. ولو اتاكدت ان كل حاجه سليمه بتكون غالبا المشكله في البروسيسور نفسه، بيكون في ازمه في بعض الاسباب التانية القليله جدا لما بتحصل. يعني البروسيسور وارد جدا انه يكون في ازمة اكتر من الاسباب التانية دي، ولكن الاسباب التانية دي هنخليها في فيديو تاني. زي ما احنا شايفين المروحة ابتدت تشتغل، ولكن الجهاز ما عرضش معانا. خلينا ننظف كده مكان الرامات. طبعا احيانا في
بعض الاعطال اللي بالصوره دي بتكون الرامات اتحرقت مع الاي سي، يعني دي ما تستغربهاش، ما بتحصلش كتير ولكن متاح انه يحصل يعني. ولكن في حالاتنا احنا الجهاز اشتغل زي ما احنا شايفين، شغال بشكل طبيعي. بإذن الله هيكون لينا فيديو تاني، اتمنى يكون الفيديو افادكم، وخلينا كده نعرض شكل الاي سي للناس اللي بتطلب دايما، عايزين نعرف حجم الاي سي. ولو ان الافضل بالنسبة لي انك تمارس الموضوع مش انك تشوف فيديو، طبعا في ناس بتكون مشتركة معانا ودي حاجة انا عندي علم بيها، يعني الناس بتقول في ناس بتكون مشتركة معانا حابة قوي الجانب النظري، وفي ناس شغالة في التدريس ودكاترة الجامعات بتكون حابة ان هي تكون مطلعة على المجال ده. ولكن خلينا نكلم الفنيين، الافضل انك تمارس مش انك تشوف الفيديو بكل تفاصيله. اتمنى الفيديو يكون افادكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني على خير.